مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. في أخبارنا السياسية، البيان الختامي لاجتماع مجلس وزراء دفاع التحالف الإسلامي العسكري يقر استراتيجية لمحاربة الإرهاب والتحريض الطائفي. الجيش العراقي يطهر 175 قرية من تنظيم داعش ضمن إطار عمليات الجزيرة وأعالي الفرات. الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مواقع استراتيجية قريبة من الحدود مع السعودية في منطقة البقع شرق صعدة. في أخبارنا المنوعة، بركان جبل أوغونغ في جزيرة بالي السياحية يدفع إندونيسيا إلى رفع حالة التأهب القصوى. علماء يبتكرون تقنية جديدة لتأمين الهاتف من خلال بصمة الفم. متسابقة جنوب إفريقيا تفوز بلقب ملكة جمال الكون 2017 في المسابقة التي أقيمت بولاية لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، وجاءت كولومبيا وصيفة أولى وجامايكا وصيفة ثانية.